محمد شاه، مولانا محمد شفيق، والدي نذير الرحمن، مولانا رسول أمين، والدي محمد أمين، مولانا نور الأمين، والدي عبد الهادي، مولانا سميع الحق، والدي خادم حسين، مولانا محمد إبرار، والدي الألباد شاه، مولانا نعمة الله، والدي دين آباد، مولانا عبد الله، والدي محمد نسار، مولانا إحسان الله، والدي أمير محمد، مولانا إبرار، والدي يوسف خان، مولانا طارق خان، والدي شيرغل، مولانا أخترغل، والدي شمس الرحمن، مولانا حفيظ الحق، والدي نور الحق، مولانا لقمان، والدي شيرالي، مولانا محمد شفيق، والدي محمد صديق، مولانا زاكر الله، والدي محمد عبد الباقي، مولانا مشتاق خان، والدي محمد إسحاق، مولانا سيف الله، والدي جولزيب، مولانا محمد سلمان، والدي فضل الرحمن، مولانا زياء الرحمن، والدي حضر السيد، مولانا محمد حق، والدي غازي محمد، مولانا محمد جواد، والدي مصري خان، مولانا عبد الوهاب، والدي فقير زاده، مولانا شهزاد، والدي صابر خان، مولانا سعيد الله، والدي تالمن، مولانا محمد شعيب، والدي اكرم، مولانا محمد هشام، والدي زاهر شاه، مولانا مؤمن خان، والدي قنبري، مولانا فضل شير، والدي شمشير خان، مولانا كفاية الله، والدي جلنبي خان، مولانا محمد اسماعيل، والدي باشا حسين، مولانا محمد شهاب، والدي مياسيد، مولانا مبارك زيد، والدي محمد غلام، مولانا محمد داوود، والدي غلام احمد، مولانا حضرت ستار، مولانا والدي نور زمان، مولانا وحيد الرحمن، والدي محمد رحمن، مولانا نظام الدين، والدي زين الدين، مولانا سميع الحق، والدي محمد زمين، مولانا نعيم الله، والدي أمير خان، مولانا ساجد الله، والدي برخان، مولانا زياء الرحمن، والدي خان محمد خادم محمد، مولانا طارق عزيز، والدي فيز الله، مولانا رومان الله، والدي نصر الله جان، مولانا نبي رحمن، والدي عارف محمود، مولانا لال علي خان، والدي نور علي خان، مولانا سعيد الله، والدي كمال شاه، مولانا كريم الله، والدي غلامين خان، مولانا محمد موسى، والدي محمد إقبال، مولانا صهيب الله، والدي روزي خان، مولانا عظمة الله، والدي محمد أمين، مولانا شاه فيصل، والدي وزير أعظم، مولانا محمد يونس، والدي سيد أعظم، مولانا سيف الدين، والدي جمال الدين، مولانا أرشد، والدي شير الله، مولانا عاصم، والدي مير قليم خان، مولانا مهران، والدي حنيف خان، مولانا محمد أنس، والدي محمد فاضل خان، مولانا خادم الله، والدي محمد إلتاف، مولانا أبو الدرداء، والدي عزيم خان، مولانا سعد كمين، والدي قسمت، والدي مولانا قسمت، مولانا أرشد علي، والدي عبد الودود، مولانا محمد أسامة، والدي عبد الصمد، مولانا برهان بهادر، والدي جنجي بهادر، مولانا محمد عارف، والدي أسلم خان، مولانا محمد عامر، والدي حميد خان، مولانا بولفراز، والدي شايبخت. ندين رسلو من دا حفاظو دستاربندیکو چې په هغې کې زموږ د شیخ ارشد یوسف صاحب بچی هم شامل دی، محمد یحیا، والدی ارشد یوسف، محمد عماد، محمد انس، عرفان خان، امجد علی، یوسف حمید، خالد حمید. دې سره سره موږ د قاریانو چې دلته کوم شعبه د قرآت چلېدلې ده په هغې کې یو څو ملګري دي، قاری محمد فاروق، قاری عامر خان، قاری اعجاز احمد، قاری محمد زاهد، قاری اسامه.
بکی کې ان شاء الله دعا نورسته مخکې ما اعلان وکړ کوم نوجوانان دي دې ځای کې د کمرو کې بره مونږ ځای سم کړی دی هغه نوجوانان به ان شاء الله د غټې لپاره دغه ځای کې بره لړ شي او کوم مشران دي مشران به دې ځای کې پاتې کېږي کوم چې مېلمانه دي د طلبو سره راغلي دي علما سره راغلي دي دې ځای کې هغه مېلمانه به هغه به بره کېږي ان شاء الله بره دارالحدیث کې دې لپاره انتظام شوی دی نوجوانان هغه ټول هغه کمرو ته لړ شي او کوم چې مشران دي دغه علاقې هغه دلته کې لاندې پاتې شي بره خطر ګران دي کوم چې مېلمانه دي مېلمانه به ان شاء الله بره ځي دعا بکیږي دعا نورسته به دا کار کوي ان شاء الله د دعا لپاره زه